مباراه المنتخب الفلسطيني. التغييرات الجزائريه الان ثلاث اوراق، بينما خروج بندوما ودخول الرقم 15 باسو عبد المنجي. في هذه الاجواء الممطره طارد خير وبارك الله ومجعله صيبا نافعا ان شاء الله. التغطية الدفاعية تأتي أمام، انطلاقة سريعة ومرور بشكل رائع وفرصة وإمكانية لفائدة المنتخب الجزائري. ليس هناك أو هناك في 14، كرة لباسو، محاولة المرور، لمسة بشكل رائع وإمكانية صعبة، والتغطية الدفاعية، تبادل كروي، لم سليم، فرصة وإمكانية، توزيعة خطيرة، المتابعة لا زالت صعبة الإمكانية، التغطية الدفاعية رائعة والتغطية الدفاعية من عم. لمسة هنا حاضرة وتوزيع صعبة لمصلحة عبيدة، شتتت، عاد مجددا لمصلحة الاتحاد الرياضي لواتسوف. البحرين التسديد، البحرين كرة، البحرين الأرضية، أول أهداف. من بكوش، باسو 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 باسو، مازال مازال مازال، حكم يقول ولا شيء، حكم يقول العب، مطالب بركله الجزاء. إعادة الكرة من قبل عناصر السوفية، ناصر بشكل ممتاز، وصلت الأسوبية، بداية تحركات، هاي كرة على الطرف الأيسر، هاي كرة على الطرف الأيسر، مازال راح يوزع، الرأسية بالرأس، جول!